أهلا بكم أبناء الطلاب دبلوم إدارة الأعمال الفرقة الثانية مادة إدارة الموارد البشرية. هنتكلم في خلال هذا العرض عن الموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني. الموضوع الأول عن تدريب الموارد البشرية. بداية مفهوم التدريب. التدريب عملية مستمرة، بمعنى أن الفرد لا يحصل على تدريب لفترة من الزمن ثم يتوقف التدريب. التدريب مهمته الأساسية هي التنمية المنظمة أو المستمرة للفرد في جوانب محددة: الاتجاهات بتاعته، معارفه، مهاراته، سلوكياته، حتى يتمكن من قيام بعمله بأعلى درجة من الكفاءة اللي هي استغلال الموارد، والفعالية اللي هي قدرته على تحقيق الأهداف. خطوات عملية التدريب: الخطوة الأولى تحليل الاحتياجات التدريبية. إيه نوعية التدريب اللي الإنسان أو الفرد أو العامل أو الموظف بيحتاج إليها؟ خطوة تانية تصميم المعينات التدريبية، وده بيشمل الحقيبة التدريبية، محتواها، طريقة نقل التدريب، الأمثلة، التمارين اللي هياخدها، التي يجب أن تدعم من تعليم الكبار. خطوة تالتة اختبار مدى صحة البرنامج التدريبي. بيتم في هذه الخطوة تجربة التدريب على مجموعة بسيطة من المتدربين قبل تنفيذه نهائيا، وذلك لوضع اللمسات النهائية على البرنامج التدريبي. الخطوة الرابعة هي التنفيذ. في هذه المرحلة بيتم تنفيذ البرنامج التدريبي فعليا على أرض الواقع، إما داخل مكان العمل أو خارج مكان العمل. ثم بتأتي عملية التقييم والمتابعة للتحقق من فعالية البرنامج التدريبي، هل جاء بالنتائج المطلوبة أم لا. هناك العديد من أساليب التدريب، تركيزنا هيكون على مجموعة منها. من هذه المجموعة نافذة جون هاري كأسلوب للتدريب. جون هاري اثنين من العلماء حطوا هذه النافذة، هي تدريب سلوكي بالدرجة الأساسية. زي ما يا أبناء الطلاب أنتم شايفين على المحور الأفقي، أنا ده الإنسان، في جوانب في حياتنا معروفة للنفس وجوانب غير معروفة للنفس. على المحور الرأسي بالنسبة للآخر الذي نتعامل معه، هناك بعض الجوانب معروفة للآخرين وهناك بعض الجوانب غير معروفة للآخرين. من هنا عندي أربع مناطق للتعامل البشري: منطقة النشاط الحر، شخصيات اللي معظم خصائصها هنا هي الشخصيات المنفتحة التي تعرف نفسها جيدا ويعرفها الآخرون جيدا. المنطقة الثانية منطقة القناع أو المظهر الكاذب، هي الشخصيات المقنعة التي تعرف أنفسها جيدا ولكن الآخرين لا يعرفونها. المنطقة الثالثة هي المنطقة العمياء، بتشمل تلك الشخصيات التي لا ترى أنفسها جيدا رغم أن من يتعامل معها يستطيع أن يعرفها ويقرأها جيدا. ثم المنطقة الرابعة والأخيرة هي منطقة المجهول، الشخصيات المنغلقة اجتماعيا التي لا ترى أنفسها ولا يراها الآخرون. عندي التدريب على استخدام أسلوب بيلبن. هذا التدريب يخص فرق العمل. بيلبن حدد 8 أدوار رئيسية لأعضاء الفريق. رقم 1 المسؤول عن التشكيل، ودوت ليه وظائف محددة زي خلق المشاريع، عادة ما يكون مطلوبا في المراحل الأولى للمشروع. هي شخصيات مبتكرة، لديها خيال، لديها رد فعل عنيف تجاه النقد. الشخصية الثانية هي شخصية المنسق. شخصية المنسق من الشخصيات الهامة جدا اللي بيسند إليها أحيانا إدارة اجتماعات الفريق. لديه القدرة على كسب احترام الآخرين، لديه القدرة على اكتشاف المواهب. ثم المبتكر، هو مهارة نادرة بالمنظمة، يطلب منهم اتخاذ قرارات مبنية على خبراتهم العميقة. هذه الشخصيات لديها الثقة في النفس، لديها التزام في العمل.
الدور الرابع هو المسؤول عن التحقق من المصادر. دوره هو اكتشاف الأفكار والموارد التي تقع خارج الفريق وإبلاغها للفريق، يبني علاقات خارجية ومفاوضات جيدة جدا. شخصيات منبسطة مرحة تتبنى أفكار الآخرين بسهولة من أجل اكتساب الأفكار. ثم المسؤول عن المراقبة أو التقييم هو شخص الغرض منه تحليل المشكلات وتقديم الاقتراحات. هو عقلية راجحة، هو لديه تفكير ناقد وبطء في اتخاذ القرارات. ثم المسؤول عن التطبيق أو المنفذ، هم من ينفذون العمل المطلوب منهم ويتعاملون بحرفية مع مشكلات التنفيذ. يفضلون العمل والعمل الشاق ولائهم الأساسي للمنظمة، ولكن تنقصهم التلقائية في اتخاذ القرار. ثم العضو العامل بالفريق، دوره منع المشكلات، لديه أخلاقيات عمل مرتفعة، لديه تبصر ودبلوماسية. قد يطلب منه أعمال أخرى كأن يقوم بسد النقص في أي دور من الأدوار الأخرى. أخيرا المسؤول عن الإنجاز أو واضع اللمسات النهائية، هي عادة شخصيات انطوائية تهتم بالتفاصيل، لديها قدرة منخفضة على. هنتكلم عن نموذج كيرك باتريك، وهو من أشهر نماذج تقييم التدريب. كيرك باتريك حط أربع مراحل أو أربع جوانب لعملية تقييم التدريب، وضعهم في شكل هرم. النموذج المكون زي ما قلنا من أربع جوانب. المرحلة الأسفل مرحلة اللي هي رد الفعل، بيتم تقييمها أساسا عن طريق الاستقصاءات، بتجاوب عن مجموعة من التساؤلات: هل المتدرب أحب البرنامج التدريبي؟ هل المتدرب شايف إن البرنامج التدريبي مفيد؟ إيه هي التحسينات التي يراها المتدرب على البرنامج التدريبي؟ المرحلة التانية هي مرحلة التعلم، دي بتتم عن طريق عادة الاختبارات القبلية والبعدية. لأي مدى زادت معارف ومهارات المتدربين بعد البرنامج التدريبي مقارنة بما كانت عليه من قبل؟ قد يتم ذلك عن طريق اختبارات أداء، اختبارات تحريرية، محاكاة للعمل. ثم مرحلة السلوك هي قياس أداء الفرد بواسطة المشرف، زملاء العمل، المرؤوسين، العملاء. بعبارة أخرى، هل المتدرب يستطيع نقل ما تعلمه في البرنامج التدريبي من معارف ومهارات واتجاهات إلى مكان عمله؟ المرحلة الرابعة والأخيرة دي تخص الإدارة أو القسم الذي يعمل به المتدرب. لأي مدى استفادت المنظمة ككل من البرنامج التدريبي؟ مقاييس هذه المرحلة موضوعية، مثل الإنتاجية، نسب الحوادث، الجودة، معدلات دوران العمل، تكاليف، الأرباح. هنتكلم عن استراتيجيات أو تصميمات تقييم التدريب. عندنا أربع استراتيجيات أو تصميمات لتقييم التدريب، بيندرجوا تحت مسمى التصميمات البسيطة والتصميمات الأكثر تعقيدا. التصميمات البسيطة نوعان، والتصميمات الأكثر تعقيدا نوعان. عايزين نعرف شكل التصميم، معناه، مزاياه وعيوبه. التصميمات البسيطة، الشكل الأول فيها هو التصميم المعتمد على القياس اللاحق فقط للجماعة المتدربة، زي ما هو واضح قدام حضراتكم، معتمد على عملية التدريب مباشرة ثم القياس. مزايا هذا التصميم أنه سهل ومبسط جدا وغير مكلف. طب إيه مشكلاته؟ مشكلاته إن أنا ما عنديش معيار سابق أقارن بالنسبة عليه، بمعنى إن مجموعة من المتدربين حصلوا على برنامج تدريبي وكانت نتائج قياس الأداء مثلا بعد ذلك 80%، هل أستطيع أن أجزم أن الأداء قد تحسن؟ ليس لدي معيار سابق للقياس بناء عليه. طب ليه بستخدمه؟ زي ما قلنا، أبسط وأسهل أنواع التصميمات. قد يكون الغرض أعرف فقط هل وصل المتدربون إلى نتيجة معينة بغض النظر عن ما كانوا عليه قبل هذا البرنامج التدريبي.
التصميم الثاني هو أيضا من التصميمات البسيطة، هو التصميم المعتمد على القياس السابق والقياس اللاحق للجماعة المتدربة. التصميم واضح قدام حضرتكم، هو أفضل في الدقة من التصميم السابق لأن عندي معيار سابق. ليه؟ لأن عندي قياس ثم تدريب ثم قياس، وبالتالي أستطيع أن أحدد هل حدث تحسن في الجوانب التي تم التدريب عليها أم لا. فعلى سبيل المثال، إذا كان الأداء السابق لمجموعة من المتدربين 70% ثم وصل إلى 80%، أستطيع أن أقول أن الأداء قد تحسن بعد انتهاء البرنامج التدريبي. إيه مشكلة التصميم ده؟ مشكلة التصميم دوت أن أنا لا أستطيع أن أجزم أن التدريب هو السبب في التحسن الذي حدث. قد تحدث خلال فترة التدريب عوامل لم تؤخذ في الاعتبار أو لم يتم السيطرة عليها هي التي أدت إلى تحسن نتائج ما يتم التدريب عليه، وليكن الجوانب بعض جوانب الأداء الوظيفي. بننتقل إلى التصميمات الأكثر تعقيدا، هي أكثر دقة. أول شكل فيها التصميم المعتمد على عدة قياسات سابقة ولاحقة للجماعة المتدربة، على الأقل أبنائي قياسين سابقين للتدريب ثم قياسين لاحقين للتدريب. ميزة التصميم ده أنه بيحل المشكلة التي سبق وأن أشرنا إليها، لأنه في هذه الحالة أستطيع أن أجزم رقم واحد، هل حدث تحسن فعلي فيما يتم التدريب عليه؟ رقم اثنين، هل التدريب هو المسؤول عن هذا التحسن أم لا؟ مشكلة القياس دوت أو التصميم دوت أنه بيستغرق وقت طويل جدا، لأن عندي عدة قياسات سابقة وأيضا عدة قياسات لاحقة. هذا التصميم من التصميمات الأكثر تعقيدا، هو تصميم المعتمد على القياس السابق والقياس اللاحق لجماعتين أحدهما متدربة والأخرى قياسية. الجماعة المتدربة بيتم القياس ثم تدريب ثم القياس، الجماعة القياسية قياس ثم عدم تدريب ثم قياس. يراعى التماثل ما بين المجموعتين المتدربة والقياسية من حيث جوانب القياس السابق، بمعنى أنه يفضل عند القياس السابق للجامعتين أن يكون نفس معدل القياس. هفترض 70% أداء في المجموعة المتدربة، 70% أداء المجموعة القياسية. المجموعة التدريبية حصلت على تدريب، برصد بعد ذلك القياس بعد التدريب. المجموعة القياسية لم تحصل على تدريب، برصد أيضا القياس مرة أخرى لكي أحدد هل تحسن الأداء للمجموعة المتدربة بعد التدريب أم لا، وهل التدريب هو المسؤول عن تحسن الأداء أم لا. دي طبعا جوانب المقارنة ما بين التصميمات التي شرحناها بالتفصيل. الموضوع التالي أبنائي هو الرضا عن العمل والانتماء التنظيمي. بداية، هل يوجد فرق بين المصطلحين؟ نعم، الرضا عن العمل هو مصطلح يخص العمل أو الوظيفة ذاتها، ويعبر عن حالة السعادة التي تتحقق أو يشعر بها الفرد تجاه عمله، وهذه السعادة تنتج أساسا عن أن الوظيفة تفي بتوقعات الفرد من حيث الراتب، المعاملة، إلى آخر ذلك. أما الانتماء التنظيمي فهو يتعلق بعلاقة الفرد بالمنظمة ككل وليس بوظيفته فقط. يعرف الانتماء على أنه تطابق أهداف الفرد أو تقارب وقيمه مع أهداف المنظمة وقيمها، مع رغبة الفرد في البقاء بالمنظمة والتضحية من أجلها حتى في أوقات الأزمات.
هل توجد علاقة ما بين الرضا عن العمل ودوافع العمل؟ البعض قد يظنها علاقة منطقية أو طردية، لا، هي علاقة بتأخذ 4 احتمالات. بمعنى قد يكون الرضا مرتفع والدافع منخفض، قد يكون الرضا منخفض والدافع أيضا منخفض، قد يكون الرضا منخفض والدافع مرتفع والنقيض. إذا هي علاقة تأخذ 4 احتمالات زي ما واضح أبنائي في هذا الإيه؟ في هذا الشكل أمامكم. ننتقل بعد كده إلى العوامل الداخلية أو الخاصة بالفرد والمسببة للرضا الوظيفي. حاجات الفرد: كلما أشبعت الوظيفة أو العمل حاجات الفرد زاد رضاه الوظيفي. النقطة الثانية: كلما اتفقت قيم الفرد وقيم الوظيفة التي يعمل بها زاد الرضا الوظيفي للفرد. كلما كانت الوظيفة سببا في شعور الفرد باحترامه لذاته واحترام الآخرين له زاد أيضا رضاه الوظيفي. آخر نقطة: خصائص الشخصية، شخصية الفرد وظروفه. بعض الشخصيات أبنائي بطبيعتها متفائلة مرنة راضية عن الحياة بشكل عام، وهذه الشخصيات وجد أنها هي الأكثر رضا من زاوية الوظائف. النقطة اللي بعد كده هي أنواع الانتماء. قد ننتمي كلنا للمنظمة، ولكن هل سبب الانتماء واحد؟ هناك 3 أسباب للانتماء. بدايتهم الانتماء العاطفي، ودوت بينتج عن مشاعر الإيجابية للفرد تجاه المنظمة. الإنسان يحب المنظمة أو بينتمي لها عاطفيا. ثم انتماء الاحتياج، ناتج عن شعور الفرد باحتياجه ماديا معنويا للعمل في المنظمة. الشكل الثالث هو الانتماء الأدبي، وناتج عن أخلاقيات الفرد وشعوره بالالتزام بأنه ينبغي عليه البقاء في المنظمة. في النهاية أبنائي، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وبفكركم إن ده كان محتوى الترم أو الفصل الدراسي الثاني. على مدى الفصل الدراسي الأول تناولنا مع بعض 3 موضوعات كانت على الترتيب: تحليل الوظائف رقم 1، رقم 2 الاستقطاب والاختيار والتعيين، رقم 3 تقييم أداء العاملين. ربنا يوفقكم ويطمني عليكم، أتمنى لكم الخير والسعادة والنجاح بإذن الله تعالى.